السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا طلابي الأعزاء، مرحبا بالأطباء الزملاء الكرام. معكم الدكتور وضاح الحاج، أستاذ طب الفم وأمراض وجراحة اللثة، بريودونتولوجي أند أورال ميديسن. اليوم معنا محاضرة جديدة من الحالات اللي هي لها علاقة ما يعني بتخصص أمراض اللثة. يعني ممكن نكون عارفين انه التخصص الاكثر ارتباطا بباقي التخصصات هو تخصص امراض الفم، امراض اللثه. البريودونشيم يعني لها علاقه كبيره بحكايه بباقي الاشياء الاخرى في الفم. يعني بنلاقي البريودونتولوجي له علاقه بالكراون بريدج، وله علاقه بالاندو، وله علاقه بالاوبرتيف، وله علاقه بالسيرجري وبالميديسين وبالباثولوجي وبالهيستو والاورال مايكروبيولوجي والراديولوجي. كل التخصصات تقريبا ترتبط مع البريدونتولوجي في نفس المكان. طبعا كل التخصصات اصلا تتجه الى خدمه السن، يعني كل تخصص ندرسه في طب الاسنان في الغالب يكون المقصود منه انه كيف تحافظ على السن في حاله جيده، وكيف انه تحافظ عليها لاكبر عمر ممكن من غير ان نفقد السن. فكل التخصصات، ان كانت تخصصات كونزرفاتيف او تخصصات بيولوجيك، ان كانت كراون او اندو او اوبرتيف او بروسو او سيرجري او بيريو او اورثو او اي شيء، كله يصب في مصلحه السن. الفرق فقط انه كل التخصصات الاخرى تشتغل على السن مع السيرجري طبعا، لكن احنا في البيريو فان السن هو البريدونشيا هو اللي يحضن السن بكل مشاكله. يعني لا دائما لما تحصل مشكله او يعني عمل غير جيد او غير ملائم في اي تخصص اخر، فتكون المشكله والذي يتحمل كل المشاكل اللي تحصل نتيجه هذه العمل السيء هو البردونشيم. للاسف اندو فاشله بتكون بتروح المشكله على البردونشيم. الكراون فاشل بيأثر على اللثه ايضا. يعني حتى اورثو ما كانش بشكل مناسب، بتتاثر اللثه، بتاثر البون، بتاثر البدونشيا. جراحه ما كانتش مشتغله بشكل صحيح ايضا بياثر على اللثه وشكلها وارتباطها بالسن. وكل التخصصات كلها في الاخير زي ما قلنا بتقول الى البردونشيام، وكل التاثيرات السيئه ستتحول الى البردونشيام. طيب ايش تعريف، طبعا احنا اليوم بنتكلم على البريودون المشهوره جدا او المصطلح المشهور بحكايه البريو اندوليجنز او الاندو بريو ليجنز، واللي يعني كاسم او كمصطلح علمي دقيق يسمى بريودونتايتس اسوشيتد وذ اندودونتيك ليجنز. طبعا كانت المشكله من البدايه حكايه انه في الصراع الدائم بين التخصصات، وحكايه هل هي بريو اندوليجنز ولا اندو بريو ليجنز. طبعا كان اصحاب التخصص الاندو زملائنا في الاندو يقول لك لا هي اندو بريو ليجنز، ويجي اصحاب البريو يقول لك هي بريو اندو ليجنز. وطبعا هي لما نيجي بنشوف هي الثنتين من المصطلحين صحيحين، لانه اصلا في مشاكل اصلا تكون مآلها الاندو وتتحول او تعمل سبريد الانفكشن من الاندو الى البريو، وفي مشاكل تكون اول شيء بدايتها في البريو وبعدين مشاكل البريو وتبتدي الى الاندودونتيك او البالب تيشيو وتتحول فتكون اسمها بريدونتال اندودونتيك ليجنز. وفي مشاكل تكون مشتركه، يعني تكون في مشكله معانا في البريو وفي مشكله في الاندو، وكل واحد يعني شغال من نفس الاتجاه وتندمج في الاخير ونسميها كومبايند ليجنز. لكن السؤال المهم هنا ليس مش هو هل هو هي بريو اندو ليجنز ولا اندو بريو ليجنز، ايهما الاكثر تاثيرا في الاخر. يعني هل الاندو يؤثر اكثر على البريو ولا البريو يؤثر اكثر على الاندو؟ هذا اللي بنشوفه في باقي المحاضره. وشخصيا من الان انا بقول لكم انه الاندو هو اكثر تاثيرا في البريو، وسنرى في قادم في باقي المحاضره ليش قلنا هذا الكلام. طيب ايش تعريف او ما هو تعريف البريو اندوليجنز او الاندو بريو ليجنز؟ هي عباره عن ليجنز ذات افكت اندودونتيك اند بريودونتال تيشيو سيمالتانيوسلي. يعني هي عباره عن ليجنز في نفس الوقت تصيب الاندو والبريو، وزي ما قلنا ممكن تكون المشكله الرئيسيه هي الاندو تؤثر على البريو، او المشكله الرئيسيه هي البريو وتؤثر على الاندو. وزي ما قلنا تنقسم الى ثلاث اقسام رئيسيه اللي هي اندودونتيك بريودونتال ليجن او بريودونتال اندودونتيك ليجنز او كومبايند ليجنز.
زي ما احنا شايفين في الصورة اللي على الشمال هنا، الصورة الأولى هي برايمر إندو سكندري بريو. المشكلة هنا زي ما أنتم شايفين في تسوس عميق في السن، عمل هايبريميا ثم بلبايتس، أكيوت بلبايتس، كرونيك بلبايتس، وبعدين بلب نيكروسيس، وتحولت المشكلة إنه حصل بالأبيكال ليجن أو حصل مباشرة سبريد الانفكشنز عبر الاكسسوري كانالز، فدخلت الى منطقة البريودونتال ليجامنتس وعملت لي بالابيكال ليجنز في الاسفل، او عملت لي بعدين بريودونتال ليجن في اي، سواء كانت عن طريق الاكسسوري كانالز او عن طريق الابيكال فورامين. طيب نيجي للصورة الثانية، بنشوف انه عندي شغلة مختلفة اللي هي في الوسط، بنشوف ان هذه برايمري بيريو سكندري اندو. المشكلة هنا ما كانتش في السن، السن سليم، ما فيش فيه اي مشكلة، ما فيش فيه هيفي فيلينج، ما فيش فيه ديب كيريس ليجن، ما فيش فيه تروما فراكشر، السن سليم تماما. لكن الحصر هنا العكس، كان عندي ديب بوكت زي ما احنا شايفين في شمال السن، الديب بوكت هذا نزل للاسفل، يتعمق اكثر لحد ما وصل للابيكال فورامين، ومن الابيكال فورامين على طول حصل سبريد الانفكشن الى الاسفل، الى الاسفل، بحيث انه حصل سبريد من الابيكال فرامين ودخلت للبلب وعملت بلبايتس ريتروجريد بلبايتس، فتحولت المشكله هنا من اصبحت برايمري بيريو سكندري اندوليجنز. طيب نيجي نشوف الثالثه هنا، هنا الاثنين موجودين، المشكلتين موجودين مع بعض، يعني السن فيه مشكله وعامل بلب نكروسز، وبنفس الوقت في ديب بوكيت، فحصلت مشكله من هنا ومش مشكله من هنا، وفي الاخير ممكن يحصل انه يتصل الاثنين اللي جنب مع بعض، وحتى ما تكونش عارف مين، يمكن ممكن يكون في واحد مثلا بدا قبل الثاني، لكن في هذه المرحله ما تعرفش، لانه كل واحد اثر من جهته وعمل لي مشكله من الناحيه اللي كان اللي بدا فيها. طيب فين المسارات الباثويز اللي ممكن تنقل لي الانفكشن ما بين البريودونشيوم والبلب؟ طيب اول مسار ممكن ينقل لي الانفكشن هي الابيكال فورامين، يعني هذا اول مسار وهو اكبر مسار ممكن، بحيث انه الانفكشن ممكن تمشي من الاندو للبريو او البريو للاندو. طيب في مسارات اخرى، طبعا في مسارات اخرى، هذا يعتبر الابيكال فورامين زي بوابه البيت، يعني الان المدخل الرئيسي اللي سهل الدخول والخروج منه، ما فيش معنى اي مشكله، تقدر تدخل للبيت، يعني اذا اعتبرنا انه البيت هي البلب شامبر، واذا اعتبرنا انه الشارع المحيط في البيت هي البردونتال ليجامنت، فممكن تدخل من البردونتال ليجامنت للبلب شامبر عن طريق الباب بكل بساطه، وممكن تخرج ايضا من البلب شامبر اللي هي المنزل الى خارج الشارع البردونتال ليجامنت بكل بساطه كمان. طيب في مسار ثاني طبعا شبابيك البيت اللي هي الجانبيه اللي هي مش مدخل رئيسي، بس ممكن حد يدخل منها لكن بصعوبه، وهذه اللي هي اللاترال اند اكسسوري كانلز، هذه الثانيه اللي موجوده في الجوانب وممكن تكون فيها برضه سبريد الانفكشن لكن بشكل اصعب. في مسارات اخرى طبعا دنتينال تيبيولز اللي هي عباره عن فتحات صغيره جدا، لو اعتبرنا انه البيت تبعي مش مغلق بشكل كويس، في فتحات صغيره، في حاجات زي كذا، شباك يعني كسر في منطقه معينه، فهذه برضه يعني مساميه صغيره جدا، ممكن يدخل برضه منها الانفكشن، بس برضه يعني نسبه السبريد من هذه الدنتينال تيبيولز يعني ضعيفه جدا جدا جدا. طيب ايش كمان؟ في كمان معانا اشياء اخرى ممكن تحصل فيها باثوي، فراكشر، روت فراكشر، حصل ريزوبشن، حصلت في خطا من الدكتور، عمل برفريشن ببوس ولا عمل برفريشن بفايل ايا كان، او مشاكل ديفلوبمنتال، في مشكله في التصميم نفسه، في مشكله في السن عامل مشكله، او كراك شرخ في السن، هذه كلها يعني ممكن تعمل لنا مسارات غير طبيعيه وبرضه تنقل الانفكشن بطريقه باتجاهين، يا اما من البلب الى البريودونشيوم او من البريودونشيوم الى البلب. زي ما احنا شايفين من الصورة هذه في السن هذه الأسفل، هذه اللي هي الأبيكال فرامين، وبرضه القنوات الجانبية اللي هي الأكسسوري كانالز، والشيء زي ما احنا شايفين باليمين إنه ممكن يحصل سبريد ولو بنسبة ضعيفة من عبر الدينتاينال تيوبيولز. طيب الآن نشوف مبدئيا أول شيء اللي هي endodontic periodontal lesions، واللي قلنا هنا إنه المشكلة الأساسية تكون في عن طريق البلب وتنتشر إلى البريودونشيوم، وزي ما قلنا هنا بنلاقي في مشكلة في السن، يا ديب كيريس ليجن ديب كيريز، ولا في فراكشر في السن، في ديب فراكشر لارج فراكشر، أو في مثلا هيفي فيلينج وتحولت لإندو مثلا كانت عميقة جدا، أو في كراك، المهم في مشكلة في السن، فهذا بيعمل لي بلب نكروسز، البلب نكروسز يتحول لي إلى انفكشن تسير عبر زي ما قلنا الابيكال فورامين او عبر اللي هي اكسسوري كانالز، وتتحول الى بالابيكال ليجن او بدونتال ليجن،
وتنتشر الى بعدين البرودونتال ليجامنت، ومن البرودونتال ليجامنت ممكن حتى تنطلق الى البلب البربون ثم الى الاورال كافيتي. اذا زي ما قلنا الاكسسوار كانالز برضه ممكن تكون مصدر ثاني للانفكشن، ممكن تروح لاي مكان. طبعا هذه ممكن احنا نشوفها كلينيكالي، نشوفها لوكالايز اند ديب كافيتي ماشيه لحد الابكس اوف ذا تيث. الحين الان من النقاط المهمه ان لما يحصل لي بوكيت، يعني نتيجه وجود الانفكشن اللي هي جايه من الاندو، فغالبا المسار اللي بيفتحه الانفكشن اذا كانت ابسس او غيرها بتعمل بيكون نارو اند ديب باثوي. يعني بتيجي لما تيجي تعمل في الغالب بروبينج بتحصل انه في برو، انه في دي بوكيت ونارو بوكيت يوصل لحد الابكس، لانه أنا اصلا البوكيت هذا ما تكونش كاي بردونت البوكيت عادي، لا بيكون تكون كانه بس يعني مسار واحد فضيق شق الابسس من الاسفل الى الاعلى. طيب النوع الثاني اللي هو بيريودونتال اندودونتيك ليجنز، هنا البكتيريال انفكشن ما تجيش من جهه البلب باتجاه البريودونتال بوكيت، بالعكس هنا المشكله تكون عكسيه، بيكون الانفكشن جايه من البريودونتال بوكيت ويحصل لوس اوف اتاشمنت وينزل للاسفل، وكلما كانت كلما كان عمق البوكيت اكثر كلما كانت امكانيه اصابه البلب اكثر. يعني زي ما قلنا لو البوكيت بسيط وما وصلش لعند الاكسسوري كانالز يمكن ما يصابش اطلاقا، ممكن يتعمق اكثر ويوصل للاكسسوري كانالز، وممكن حتى عن طريق الاكسسوري كانالز يا يعدي يا ما يعديش، يعني مش مش مش, مش بالضروره انه وصل للاكسسوري كانال فبيعدي، فممكن يوصل عن طريق الاكسسوري كانالز. بعدين لما يكون فيري ادفانس بريدونتال ديسيز والانفكشن وصلت البريدونتال بوكيت حقي وصل لحد الابيكال فورامين، فهذا في احتماليه كبيره جدا انها طبعا توصل الانفكشن عند من البريدونشيا الى البلب. طبعا انا عن الاكسسوري كانالز زي ما قلنا احتمالي العفو الدينتينال تيوبيولز احتماليتها ضعيفه جدا، لكن ممكن في العاده تحصل بالذات لو الطبيب اشتغل وعمل اجريسيف روت بلينينج، يعني هو اشتغل روت بلينينج كانت اجريسيف شويه او فشال جزء من السيمنتم او شال كل السيمنتم اللي مغطي الدنتال تيوبيولز، احصل اصبح الدنتال تيوبيولز مفتوحه، وبالذات لكل ما كان الشخص اصغر في السن تكون لسه الدنتال تيوبيولز اكبر في الفارغه، لسه ما تكونش فيها السكروتيك دنتين اللي يخليها اضيق، فتكون مفتوحه وممكن يحصل سبريد للانفكشن الى داخل السن. واذا كانت الانسان مناعته مش تمام يعني مش كويسه ما قدرش يتخلص من الانفكشن هذه، لانه احيانا تحصل انفكشن بس وهيبريميا بس المناعة تتغلب على الموضوع ويرجع البلب فيتال طبيعي، فممكن يحصل نيكروسيس في البلب عن طريق دنتال تيوبيولز، رغم انه قلنا انه هذه الامكانية هي اقل بكثير من امكانية الحصول للانفكشن عن طريق الابيكال فورامين او عن طريق الاكسسوري كانالز. طيب الكومبايند ليجنز قلناها قبل شوية نوضحها الان اكثر، زي ما قلنا تكون المشكلتين موجودتين، يعني في عندي مشكلة في السين وبنلاقي عندي يا كيريز يا اندو فاشل يا حشوه سيئه، وفي نفس الوقت بنلاقي في الجهه الثانيه في عندي بردونتال بروبليم في بوكت عميق، فبنحصل انه المشكله جايه من الثنتين، بنعمل اشعه وبنلاقي المشكله جايه من جهه البلب، وبنفس الوقت في نكروسز او في كيريز او مشكله السن، وبنلاقي كمان في مشكله جايه من البردونتال اريا وبنلاقي فيها كمان دي بوكيت في المنطقه. شوف ايش الايتيولوجي اوف بيريو اندو ليجنز. مبدئيا في عندي ايتيولوجيك فاكتورز واللي هي البكتيريا بانواعها او المايكرو اورجانيزم بانواعه، وفي كونتريبيوتيك فاكتورز. الايتيولوجيك فاكتورز معانا البكتيريا، وكثير من البكتيريا اللي تلعب دور في البريودونتال ديسيز هي تلعب دور ايضا في الاندو بريولي او البيريو اندو ليجنز، وعلى راسها الاي اي اللي هي سميها اجريجاتي باكتر اكتينومايسيتيم كوميتانس، وطبعا حفظها هذه صعب شويه لكن انت ممكن تقسمها تقسيم زي ما دائما اقول للطلاب يقسموها خمسة اقسام، يعني اجريجاتي كلمه، باكتر كلمه ثانيه، اكتينو ثالثه، مايسيتيم رابعه، وكوميتانس الخامسه. البكتيريويدز فورسيتاز اند فيزو باكتيريا البكتيريا هذه كلها من البكتيريا اللي تلعب دور في الانفكشن هذه، برضو الكانديدا البيكانس كفانجاي، والفيروسات مثل الهيومن سيتوميجالو فيروس والابشتاين بار فيروسز. طيب الكونتريبيوتنج فاكتور العوامل اللي مساعده في ظهور هذه المشكله، وجود بور اندودونتك تريتمنت، وجود بور ريستوريشن،
وجود ديفلوبمنتال مال فورميشنز، في مشاكل في تكوين السن او في ريزوربشن انترنال او اكسترنال، او انامل بيرل واللي تكلمنا عليها في محاضره الفركيشن، واللي قلنا انها عباره عن اشبه باللغات الانامل، واللي تكون برضو موجوده في تاتي قريب من منطقه الفركيشن، وممكن تكون برضو تفتح مسار اسرع للانفكشن علشان يوصل الى الابيكس اوف ذا توث. وطبعا التروما لو حصلت زي ما قلنا ممكن تعمل بالب هايبريميا وبعدين نكروسز، وممكن تعمل برضو بالب اكسبوجر. فزي ما قلنا البور اندودونتك تريتمنت واضح، طبعا عندك مشكله في الاندو، مش تارك قناه، مش عامل فيلينج كويسه، عامل اوفر فيلينج او اندر فيلينج، ايا كان السبب، فهذا كله يخلي فيه ريزرفوار اوف بكتيريا موجوده في الاندودونتك اريا، وعليها سيكون في مجال لانه يحصل انفكشن من جديد وينتشر من الاندو الى البريو. طبعا ايضا البور ستريشن الذي يؤدي الى حصول كورونال ليكيج. في هذه الحالة لما يكون في عندي defective restoration، حتى لو عملت حشوة كويسة أو endodontic filling كويسة، فبيكون في إمكانية عالية جدا لحصول endodontic failure وبعدين بيريو endolesions. الأبحاث تتكلم يقول لك إذا كان عندك في حالتين، حالة كان فيها excellent endodontic filling لكن بور ريستوريشن كورونا ريستوريشن، وحاله اخرى فيها بور اندودونتك فيلينج مع اكسلنت كورونا ريستوريشن، فيقول لك انه نسبه الفشل في الحاله اللي فيها الاندودونتك تمام لكن الكورونا ريستوريشن سيئه 70%، لكن نسبه الفشل في الحاله الثانيه اللي هي الاندودونتك سيئه والكورونا كويسه 30%. اذا هذا يدلك انه حكايه انك تعمل كورونا ريستوريشن افضل اذا ربنا ما وفقكش وما عملتش اندودونتك يعني فيلينج كويسه، اقل شيء اضبط اللي فوق. ايش السبب يا دكتور؟ لانه الان الكورونا هو يمنع لك دخول البكتيريا من المنطقه الموبوءه الاورال كافيتي. الاورال كافيتي فيها ملايين البكتيريا، فيها مئات الانواع ان لم يكن الاف الان. إذا منطقة فيها يعني مخزون عالي من البكتيريا، لكن endodontic area في الغالب هي منطقة sterile، فما فيش مشكلة. يعني أنت ممكن حتى لو بقت معك شوية بكتيريا ما قدرتش تعمل cleaning وأنت شيء من كويس، obstruction ما قدرش معك 100%، ممكن مناعة الجسم تتغلب على الموضوع، لكن صعب مناعة الجسم تتغلب على يعني خزين أو مخزون مستمر وإمداد مستمر من البكتيريا اللي يجيك من الأورال كافيتي لو ما عملتش corona restoration محترمة. إذا ايضا التروما برضو لها دور كبير، لانه تعمل انجري للبالب، ممكن تعمل انجري للبالب فيزلز، تعمل نيكروسيس، ممكن تعمل اكسبوجر بوابه مباشره تعدي من البورال كافيتي الى البالب، وعلى طول تؤدي الى اندوليجنس، وعلى بعد الاندو الى بيريو اندوليجنس. طيب الريزوربشن، طبعا في معانا اكسترنال وانترنال ريزوربشن. الاكسترنال هذا غالبا يجي نتيجه التروما، نتيجه انه في بيريودونتال انفكشن، في عندنا H2O2 زي العمل التبييض لما نعمل على الروتات، اورثودونتيك تريتمنت لو كان في اوفر فورس يعني بيعمل على طول اكسترنال ريزوربشن، او في عندي سن من الجنب بعمل امباكشن تاتوث ولا تيومر فبيبدا يضغط على السن ويعمل لي اكسترنال ريزوربشن. انترنال هذا غالبا يحصل نتيجه لما يكون عندي في بالبال انفكشن. طيب بالنسبه للبرفريشنز، طبعا ممكن ايضا تعمل لي مشكله، هذه من الاشياء اللي تكون مشكله، يعني هذه غالبا لو في عندي اكستنسيف كاريوس ليجن، الكيريز وصل تحت لمنطقه الروت، لو حصل ريزوربشن ممكن يعمل برفريشن، وحتى زي ما قلنا احنا نشتغل، ممكن واحد هو يعمل بريبريشن بالفايلز ولا حتى بالبوست ولا بالبين ولا باي شيء اخر، ممكن يعمل لي برفريشن في الروت ويفتح مسار لانه يكون في مسار ما بين الاندو والبريو. طيب الديفلوبمنتال مال فورميشنز، في زي حاجه عندنا نسميها البلاتو جينجيفال جروف في الماكسيلاري انسايزرز، احيانا تشوف تحت منطقه السنجلم على طول في زي المسار كذا، زي في جروف واصل ممتد من نصف الكراوم تقريبا ويمتد لحد اخر الروت، فهذا يعمل مسار خلاص ما فيش فيه لا بريدونت اللي جامد ولا شيء، يفتح مسار يعني بوابه مفتوحه تكون شكل السن زي نواه البلح، يعني تحس ان السن مشقوقه للاسفل، فزي ما قلنا مسار للاسفل بحيث انه توصل انفكشن بسهوله الى الابيكال فرامين وتعمل لي بريودونتيك اندودونتيك ليجن بشكل اسرع. زي الصوره اللي قدامنا هنا، في معانا هنا في الصوره الشمال
في فراكشر في سم الاسنان، في اندو، فعامل لي هنا اندودونتك في الصوره اللي فوق على الشمال، في هنا برضه اندودونتك بور اندودونتك تريتمنت، في اوفر انسترومنتيشن اوفر فيلينج هنا، فبرضه عامل لي اندو بير اندو بريوليجنز. برضه الريزوبشن اكسترنال ريزوبشن احنا شايفين الروت ريزوبشن اللي حاصل نتيجه البريدونتال انفكشن، شايفين كيف في الصوره اللي في اليمين فوق في انترنال ريزوبشن رهيب حاصل. في الصوره اللي تحت على اليسار احنا شايفين كمان نتيجه الاورثو السيء كيف حصل اكسترنال ريزوبشن كبير جدا في السن، وفي الصوره اللي في الوسط في الاسفل كمان كيف حصل روت ريزوبشن رهيب جدا نتيجه ضغط الثيرد مولر على اخوه، يعني هذا همجيه غير عاديه من الثيرد مولر، فعلا دمر السكند مولر تماما. وزي ما احنا شايفين هنا كيف ممكن يعمل في الصوره اللي تحت على اليمين كيف ممكن يعمل بعض السيستات زي السيست اللي هنا، عامل ضغط على الروتات تبع السنترال انسايزرز وعامل لي اكسترنال ريزوربشن. الصورة اللي هنا اللي على الشمال زي ما احنا شايفين، شايفين كيف حاصل برفريشن بسبب البوست اللي حطه الدكتور هنا، ففاتح مقرا وشايفين بعدين على طول في البون اللي جنبه رايح تماما، يعني هذا عامل لي اندوبريو ليجنز، عامل ضوء يعني دمار شامل للبون اللي حول الروت نتيجة البرفريشن اللي حصل من البوست. طيب شايفين الصورة في الوسط هذه، في هنا السن هذا يعني السن هذا في معصورة أخرى بس ما حطيتهاش هنا، تشوف انه في تحته مباشرة في ليجن كبيرة جدا بالأشعة، لما جاء عمل بروبينج شاف انه السن ينزل للأسفل، يعني في البروب يدخل لحد الروت للأسفل، لما خلع السن طبعا لأنه كان السن هذا تقريبا هوبليس، فاحنا زي ما احنا شايفين في قدامنا هنا في في يعني جروف بلاتو بلاتو جينجيفال جروف، واللي ماشي تقريبا من نصف السنجلام او من دات سنجلام لحد الابكس اوف ذا روت، وعمل لي هالمشكله الكبيره هذه. طبعا في الغالب هذا السن ما يكونش له حل لانه الظل المسار مستمر، يعني ما فيش حل في الغالب انه ممكن يحل لي هذه المشكله. طيب الان نشوف ايش العلاقه المتبادله ما بين البريودونتيك والاندودونتيك كونديشنز، كيف ممكن انه الاندودونتيك ديزيز اند بروسيجرز تاثر على البريودونشيوم، وفي نفس الوقت كيف ممكن انه البريودونتال ديزيزز اند بروسيجرز تاثر على البلب. طيب تاثير الاندودونتيك ديزيز اند بروسيجرز اون بريودونشيوم، اول شيء زي ما قلنا قبل شويه انه البلبل انفكشن ما بيكونش لها غالبا تاثير على البريودونتال ديزيز ما لم يحصل انه البلب يتحول نكروسك، مهما كانت البلب انفكشن، لا لو كانت لسه في الهايبريميا في الاكيوت بلبايتس في الكرونيك بلبايتس، طالما ما حصلش نكروسز طالما السن لازال فايتال ما بيكونش في تاثير خالص على البريدونتال تيشيو، لكن لما يحصل البلب نكروسز ففي هذه الحاله على طول تبدا الانفكشن تست تعمل لها سبريد للبريدونتال اريا ويحصل البون ريزوربشن وتبدا تتكون لي راديوليوسنت ليجن على الابكس اوف ذا توث وفي الفوركيشن وحوالين الروت حسب المكان اللي تسربت منه الانفكشن، وطبعا ممكن تكون اكيوت بروبلم او تكون كرونيك بروبلم، ممكن تكون مجرد بريدونتايتس عادي او ممكن الموضوع يتحول الى ابسس او حتى سيست وجرانيولوما. طيب هذا كمرض، طيب كثيرابيوتيك ماتيريالز هل في مواد ممكن تاثر؟ طبعا الروت كانال مواد نستخدمها في الروت كانال تريتمنت، السيلرز، الفيلينج ماتيريالز، ممكن تعمل لي برضه انفلاماتوري ريسبونس في البرودونشيوم وتسبب بيريو اندو ليجنز او اندو بيريو ليجنز. طيب هل في اخطاء في العمل؟ طبعا زي ما قلنا لو في اوفر انسترومنتيشن، لو في اوفر فيلينج، لو في مشكله في عملت برفريشن في اي مكان فممكن تاثر لي بنفس الطريقه. طيب الان نيجي للنقطه الثانيه، هل في تاثيرات للبريدونتال ديزيزز اند بروسيجرز على البلب؟ قلنا بنفس الكلام اللي قلنا قبل شويه، برضه هنا في تاثير لكن هنا نوعا ما في جدل، يعني يقول لك عشان كده الكلام اللي قلته في البدايه لما قلت لكم ان تاثير البلب اكثر بكثير على البريدونشيوم من تاثير البريدونشيوم على البلب، هنا يقول لك انه حكايه انتشار الديزيزز من او الانفكشن من البريودونتال تيشيو للاندو اقل بكثير من انتشار الاندو للبريو. دائما ده طبعا احنا عارفين انه البريودونتال ليجمنت منطقه مفتوحه عكس البلب اللي هي عباره عن شامبر مغلقه وفيها ضغط اعلى، في الغالب من الصعوبه انه الاشياء تتحرك من منطقه الضغط الاعلى الاقل الى الاعلى، يعني ممكن هو نتيجه ضغط الدم اللي موجود في البلب
انه بالذات في حالات الهايبريميا انه تتحرك على طول الانفكشن للخارج للبردونشيوم، لكن من الصعوبه بمكان انها ترجع تتحرك من البردونشيوم الى داخل الدنتين الا في حالات قليله. وزي ما قلنا ممكن اكثر احتماليه انه تنتقل العدوى من البردونتال ديسيز للبلب عن طريق الابيكال فورامين، لكن عن طريق الاكسسوري كانالز وعن طريق الدنتال تيوبولز في امكانيه طبعا، لكن تظل الحاله هذه رير كونديشنز. فزي ما قلنا اغلب اكبر مكان ممكن يحصل فيه هي عن طريق الابيكال فورامين. طيب هل في امكانيه لحصول او في بروسيجرز معينه ممكن تعمل لي مشكله؟ طبعا ما احنا قلنا قبل شويه، ما انا لو وجيت وانا اشتغل عملت روت بليننج وعملت اجريسيف روت بليننج وكانت العملي عنيف شويه لدرجه ان شلت السمنتوم اللي موجود وفتحت الدنتال تيوبولز، وكمان لو زلت استخدمت مواد مثلا زي اللي هي حق الروت كونديشننج تزيد تفتح لي اكثر، وكان المريض صغير في العمر، ففي الغالب في حالات كثيره ممكن انه يحصل لي انتشار الانفكشن الى داخل البلب وتؤدي لي الى بلب بين او بلب انفكشن. لكن في الغالب حاله زي كذا البلب يتمكن يتغلب عليها وتكون هايبريميا بسيطه ويتغلب عليها البلب وتتحول ويعود الى فيتال بلب. طيب مواد ثانيه زي ما قلت لكم قبل شويه، انا تكلمت على اللي سميناها روت كونديشننج اللي هي الديمينرالايزنج ايجنت. في بعض الحالات احنا لما نجي نعمل سيرجري، نعمل مثلا جرافت او نعمل ممبرين او اي كان، زي ما في الاندو اصحابنا في الاندو حبايبنا في الاندو يقوم يعمل الايديتا اثناء تحضير وغسل والاريجيشن اوف ذا كانال علشان يشيل السميل لاير وعشان يعمل انه تنظف القناه تماما والسيلر يدخل بين التيوبيولز والاشياء دي كلها. نفس الكلام عندنا احنا ممكن نستخدم مواد نحطها على الدنتين السمنتم عشان تشيل البقايا اللي موجوده فوق الروت اللي هي زي السميل لاير، بقايا دي البردونتال ليجمنت، على اساس تتفرغ الفراغات وتكون نظيفه تماما. ولما يجي يحصل اتاشمنت للبردونتال ليجمنت من جديد والجنجيفال تشو من جديد يحصل من غير مشاكل، ما يكونش في اندوتوكسينز ولا في اي شيء. فنفس الكلام في مواد كثيره او على راس الايديتا وتتراسايكلين وستريك اسيد، لكن ستريك اسيد عنده مشكله كبيره انه يشيل طبعا غير انه يشيل الاندوتوكسينز ويعمل اكسبوجر للكولاجين باندلز، بس هو كان اجريسيف، فمن المشاكل اللي كان ياثرها انه كان ممكن يعمل لي انفلاميشن في البلب ويؤدي الى انه يحصل بلب هايبريميا وبلبايتس. طيب ايش كمان انا ممكن كبريدونتس اعمل مشكله؟ لو عندي الدي بوكت للاسفل وقمت نزلت تحقيق الكوريتيج للاسفل لحد ما وصلت للابيكس، وانا شغال في الابيكس عملت سيفيرنج للبلاس سبلاي او قطع للبلاس سبلاي اللي موجود حق البلب، وطبيعي لما تقطع البلاس سبلاي حق البلب طبيعي جدا انه بيحصل خلاص نيكروسس للبلب ويتحول الموضوع الى اندودونتيك بروبلم بلب نيكروسس واندودونتيك بروبلم، والسبب انه احنا شغالين ما عملناش حسابنا على النقطه هذه. طيب هذه مقارنه سريعه برضه جدول سريع يقارن ما بين البلبل والبردونتال ليجن. لما تشوف الليجن هذا تحاول تتعرف عليه هل هو اوف بلبل اوريجين او بردونتال اوريجين. في الغالب الايتيولوجي في البلبل ليجن لما يكون اندودونتيك ليجن يكون ايتيولوجي بلب انفكشن، وقلنا السبب قبل شويه ممكن حشوه عميقه اندو سيء كيريز العميق. لكن في البردونتال بنلاقي انه السن سليم، لكن في قدامي ايش؟ في عندي بدي بوكيت، في مشكله في اللثه او في البريودونشيوم. الفيتاليتي في البلبل طبعا بيكون نون فيتال في الغالب، لكن احيانا تعمل لنا مشكله في حكايه الفيتاليتي هذه اللي انا لما اجي اقيسها في المالتي روتد يمكن يطلع السن فيتال لانه في سن في روت عايش طبيعي وفي روتات مش شغاله. لكن في الغالب تحصلها في البلبل انفكشن البلبل نون فيتال، وفي البريودونتال طبعا فيتال. في الكيريز لما نحصل في البلبل نحصل انه في عندنا زي ما قلنا كيريز عميق او اكستنسيف ريستوريشن، لكن في البردونتال انفكشن او ليجن ما فيش المشكله هذه. طيب بالنسبه للبلاك والكالكولاس ما نلاقيش كميه البلاك والكالكولاس الكبيره هذه في البلبل، لكن نلاقيها انها هي السبب الرئيسي في البردونتال انفكشن. طيب طبيعه الالم، الالم البلبل بين معروف انه يكون شارب وانترميتنت وديفيوز حتى ما يعرفش يحدد مكانه فين، وتكلمنا عن كده في المحاضرة السابقة وقلنا انه السبب الرئيسي في هذا الموضوع انه نوعية الريسبتورز اللي موجودة في البلب هي نوز ريسبتورز لها القدرة على الاحساس بالالم فقط، لكن الريسبتورز اللي موجودة في البريودونتال ليجمنت نسميها بريبريسبتورز او ميكانوسبتورز، وهي عندها القدرة على الاحساس بالالم والمكان والبراجر والحرارة وكل شيء، فغالبا ما يقدرش يحدده. لكن في
في البريدونتال يكون دل وكونستنت وبنفس الوقت يكون لوكالايزد. طيب البوكيت بنلاقي بوكيت في البلبل انفكشن، وتكلمت على النقطه دي قبل شويه، وقلنا ان بنلاقي بوكيت بس بيكون سنجل ونارو وديب، يعني واحد بوكيت واحد كده زي القناه كده ملي او اثنين، البروب بالعافيه يدخل فيها ويغوص للاخير، لانه زي ما قلنا هذه زي المجرى اللي فتحوا الابسس اللي ماشي من تحت، مجرى صغير لحد ما طلع للسلكس او فتح ايش قدامي في الشلة. الثاني بيكون بوكيت عادي عريض مالتي بول اكثر من واحد، يكون وايد كرونالي، والبول لوس بنفس الطريقه بيكون لوكالايز، ونحصل انه عريض في الاسفل عند الابيكال ليجن، وكلما اتجه للاعلى نلاقيه انه يكون نرور، لكن بالنسبه لي في البريدونتال ليجن بنحصل ان الوايد ليجن الليجن هنا يكون وايد وعريض من جهه السركس فوق، وكلما اتجه للابيكس يكون اقل عرضا. طيب بالنسبه للابيكال ليجن بنحصل بالابيكال ليجن واضحه في البلبل، بينما احتمال كبير ما نلاقيش بالابيكال ليجن موجوده في البريدونتال ما لم تصل البريدونتال ليجن الى الابيكال اريا. طيب انا كيف امكن اعمل دياجنوسي في البريودونتيك او اندودونتيك ليجنز؟ اول طريقه للتشخيص هي الراديوغرافز، حيث انه لازم اول شيء نعمل اشعه واضحه بتبين لي البون لوس موجود في اي جهه. لو لقينا انه البون لوس موجود من الابيكس وزي ما تكلمنا قبل شويه عريض في الاسفل وضاق للاعلى، فهذه اندودونتيك بريدونتال. لو شفنا انه الموضوع بالعكس عريض في الاعلى جهه السلكس وضاق كل ما راح للابيكس، بيكون طبعا بريو اندو ليجنز. اوكي طبعا بس في عندنا عيوب في بعض في الاندو في الراديوغراف، لانه يعمل لي صوره فقط 2 ديمنشن، وفي الغالب طبعا احنا نتكلم مش غير 3 دي اللي هو السي بي سي تي حل المشاكل هذه. لكن في البدايه احنا لما نتكلم الفيشيال وال وعلى الفيشيال وعلى اللينجوال انفولفمنت، ف فيعني ما بيكونش في وضوح، السن يغطي عليك، السن يغطي، فما بيليش اي حاجه في الفيشيال واللينجوال انفولفمنت. وممكن ببعض الانجوليشن احاول احل هذه المشكله، بس مش في كل الحالات تظهر بشكل واضح. زي هذه الصور اللي امامنا، يعني هذه الان في صوره لسويلينج موجود في الابر لاترال انسايزر، شايفين هنا ظهرت الاشعه عندي في ابيكال او بالابيكال راديولوسنسي، ما فيش سبب واضح، السن نظيف تماما. حتى لو لاحظنا انه ما فيش باين امامي حتى واضح شيء، ما فيش حاجة في الميزيال والديستال بون. يعني نيجي نشوف هنا زي ما قلنا قبل شوية، يعني البريدونتال بروب غمر الى الابكس تقريبا لما شلنا السن هنا زي ما احنا شايفين، يعني واضح انه في بلاتو جينيفا جروف هو اللي كان سبب هذه المشكلة. طيب البالب تيستينج، هل ممكن اعمل بالب تيستينج؟ اتكلمت عليها قبل شوية، هو من اهم الفحوصات المهمة جدا في التشخيص. طبعا ممكن افحص فيه ثيرمال، اما مثلا بالبرودة الايثال كلورايد او بالحرارة بواسطة الجتا بركة اللي نسخنها، او ممكن بالالكتريك. طبعا بس زي ما قلنا انه في المالتي روتد للاسف احيانا يعمل لي مشكلة، لانه ممكن يكون فايتال نتيجة انه واحدة من القنوات كانت سليمة بينما باقي القنوات تكون فيها نيكروسس او العكس. طيب البروبنج شيء مهم جدا، وعادة البروبنج اللي بضمير زي ما يقولوا، نكون نمشي على كل الاسطح، نمشيها بطريقة نسميها ورك الونج، بحيث انه مش بس تعمل مرة واحدة في البكال ومرة، لا امشي كل ملي اعمل خبطة خبطة خبطة، لانه زي ما قلنا احنا ممكن يكون البوكيت ضيق جدا ملي واحد ما تلاقيش لو فحصته بدقة شديدة. وبنلاقي طبعا اذا لقينا انه في قدامي الجينجيفال سلك السليم وما فيش اي مشكله وفحصناه ولقينا في بريابيكال ليجن، فغالبا هذا بريابيكال ليجن ما فيش عنده بريودنتال انفكشن او انفولفمنت خالص. طيب تكلمنا هنا زي ما قلنا، وقلنا من قبل انه عاده بنلاقي في بوكيت صغير يكون نارو يمكن ما يوصلش 1 ملي، وهذا التراك اللي يفتحه الابسز لحد ما يوصل لحد السركس، وعن طريق لانه عن طريق الابيكال اريا. طيب البركجن والبلبيشن طبعا من الاشياء اللي بتفرق معايا، ما انا طبعا لما تكون في عندي في الغالب
تندرنس للفيرتيكال فورسز، فمعناها ان المشكله هنا بالابيكال بالدرجه الاولى. لما يكون عندي تندرنس للاترال فورسز فهي او البركجن، فهذه عاده المشكله بيريودونتال. طبعا احيانا نلاقي انه المشكله تكون كومبايند، وهذه اللي غالبا تكون قدها بريو اندوليجنز، تكون المشكله موجوده في الابيكال وفي اللاترال اريا. طبعا برضه ممكن الموبيلتي، الموبيلتي في الغالب تكون مترافقه مع البريدونتال ليجن اكبر، لما يكون الليجن بريدونتال اكثر مما هو اندودونتك فيكون في موبيلتي اكثر. وطبعا في باقي معانا ان احنا نفحص الفيستولا. احيانا ما نقدرش نعرف مصدر المكان، طبعا احيانا في بعض انواع الانفكشنز او حتى البوكتس اللي تنتج نتيجة الاندو ما تكونش ستريت، فحتى لما تيجي تفحصها بالبريدونتال بوكت، لما تيجي تحاول تدخل لما تيجي تحاول تدخل بدون البوكت، هو حلزوني يعني عامل مثلا 2 مللي او 3 مللي فقط ستريت، وبعدين يبدا يعمل انحناءات فما تقدرش توصل فيه. فايش اللي ماده اللي ممكن استخدمها وتكون فليكسيبل وفي نفس الوقت راديو اوبك؟ طبعا معروفه اكيد هي الجتا بيركا، اللي ممكن تعمل لي تريسنج، اللي هي احط الجتا بيركا في لحد ما توصل الاخير واصور اكس راي، وبتبان بعدين بتشوف لفين بنوصل، هل هي مصدرها اندو ولا مصدرها بريو، ومن فين بالضبط يعني امتداد البوكت لفين بالضبط واصل. طيب في عندي مور ديتيلد كلاسيفيكيشن، نوعا ما اكثر تفصيل من التفصيل التقسيم اللي تكلمنا عليه في البدايه، واللي هو نسميه برايمري اندو، في معنا خمس تقسيمات. في برايمري اندودونتك ليجنز، وهذا غالبا برايمري اندودونتك ليجنز يعني الليجن اندودونتك 100% ما فيش عندي اي بوكت، البوكت سليم تماما. واذا حصلت بوكت نارو زي ما قلنا يكون نتيجه الاندودونتك بروبلم، لكن السن سليم تماما ولا في اي مشكله كبريودونتال. طيب البرايمري اندو سكندري بيريو، هذه زي الاول بس مع فارق، غير الاندو اللي موجود في معي برضو مشكله صغيره بيريو، يعني بوكيت 4 مللي، بوكيت 3 5 مللي، منطقه فيها انفكشن صغيره. فالمشكله الرئيسيه هي الاندو، لكن ترافقت مع ايش؟ مع سكندري بيريو. طيب البرايمري بيريو هذه برضو مختلفه، هذه مشكله عندك بيريو بالكامل، يعني ما عنديش اي مشكله في السن، لا السن مكسوره ولا فيها كيريز ولا فيها اندو تعبان ولا شيء، بس فيها بيريودونتال بروبلم، وهذه بعدين ممكن مع الوقت تنتشر الى الاندو، لكن هي اصلا بيريودونتال بروبلم. طيب برايمري بيريو سكندري اندو، هذه برضو حاجه شبيهه بالخيار الثاني بس بشكل عكسي، انه في عندي مشكله بيريو كبيره دي بوكت واصل لحد الابيكس مثلا، وفي نفس الوقت في معي شويه كيريز داخل الاول البلب وممكن يعمل لي اندو، لكن لو زاد وصل البريو من تحت سوى الامور اكثر وخلى الامور تتعقد اكثر. اما الترو كومباين مشكلتين كبيرتين من البدايه، في كل واحد يشق مساره من مكانه، البريو شغال واصل على الاسفل والاندو شغال من فوق والسن تعبان جدا، اذا كل واحد يمكن ياثر على الثاني ويعني بطريقه متشابهه، بحيث لانه الاثنين اصلا لي يعني كل واحد يعني كل مشكله اصلا بحد ذاتها موجوده بشكل كبير، فيعني زي ما يقولوا تحالفوا على السن. طيب للحالة هذه ايش العلاج؟ لو كانت عندي الحالة برايمري اندو ليجن، يعني الحالة زي ما قلنا عندي برايمري اندو وما فيهاش بريو خالص، خلاص العلاج من غير نقاش، اعمل اندودونتك تريتمنت للسن. اصلا حتى لو الاندو البرايمري اندو قد بدا يعمل لي شويه مشاكل في البريو، على طول بمجرد ما تعالج الاندو على طول بيتعالج البريو مباشره، وهذه زي الحالات الكثير ينزلوها اصحاب الاندو وينزلوها في المنتديات في كل مكان، يقول لك يا دكتور شوف كيف كان الليجن وكيف تحسن، لانه اصلا اندو ليجن انت حليت المشكله وبعدت المشكله، خلاص الجسم بعدين هو اللي بيتصرف وبيحل المشكله. طيب اذا كانت برايمري اندو وسكندري بريو، طبعا انا لازم اعالج الاثنين لانه عندي مشكلتين، بس لمين الاولويه؟ دائما خذوها قاعده، دائما 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 في حاله وجود اثنين ليجنين مع بعض ايا كان لازم تبدا بالاندو، لانه الاندو هو المخزون الاكبر للمشكله، والشيء الثاني هو المصدر الاكبر للانتشار، ممكن الاندو ينشر البريو ببساطه، وبنفس الوقت هو الالم الاكبر. اذا لازم تعالج الاثنين، لكن نبدا دائما بايش؟ بالاندونتك ليجن. طيب لو كانت المشكله بريو فقط، يعني ما عنديش يعني زي ما قلنا هي المشكله بدات من البريو دي بوكيت، وحتى بدا المريض يحس بعرض البلبايتس، لكن لسه ما فيش يعني عرض البلبايتس اللي هي مثلا
الكرونيك يعني لسه الموضوع هيبريميا، الالم لازال خفيف، لازال يروح مع المؤثر، مع زوال المؤثر. اذا الموضوع لازال في البدايه، عالق البريو هنا، عالق البوكيت، انهي الموضوع والبلب من نفسه بيجدد نفسه. اذا هنا العلاج، الحاله الوحيده اللي يكون علاج بريدونتال فقط. اوكي، طيب لو هي برايمري بريو سكندري اندو برضه نعالج الاثنين. طيب من يسبق هنا؟ البريو يسبق بحكم انه هو البرايمري؟ لا، برضه الاندو يسبق. حتى في حالة انه البرايمري هو المشكلة، البريدونتال هو البرايمري هو المشكلة، برضو ابدأ في الاندو. انت بتعالج الاندو خلاص، بس برضو في عندي مشكلة اندو. اذا لنفس الاسباب السابقة قبل شوية، الاندو هو اللي يعتبر ارجنت، ارجنت لانه الالم شديد، ارجنت لانه الانفكشن اسرع بكل اتجاه البريو، ارجنت لانه مخزون البكتيريا كمان فيها يكون كبير. طبعا في البريو برضو في مخزون كبير، لكن الاسباب الاولى هي الاهم. اوكي، طيب كومبايند برضو بنعالج الاثنين، وبرضه نفس الكلام بنعالج اول شيء الاندو عشان نريح الالم ونخفف الانفكشن، وبعدين بنتحول للبريو لانه البريو برضه تاخذ وقت طويل. واكملنا هذه المحاضره، اتمنى ان اكون ونكون وفقنا في توصيل المعلومه بشكل المناسب، ونلتقي ان شاء الله في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.